تدرين شنو اكثر شيء احبه بالميك اب مالك؟ شنو؟ رسمه الحواجب. تدرين اكثر سؤال نسال عنه شنو ترسمين حواجبك؟ اليوم معاكم حصه صانع ميك اب ارتست هند من براند بسام فتوح، تعرفكم على البراند اكثر. هند، عارفيننا اكثر على ماركه بسام فتوح. البراند ابتدت بال 2011، انطلقت من الكويت، الكرياتر هو بسام فتوح نفسه، واقدر اسميها البراند الذكيه لان اللي تلقينا بهالبراند ما تلقينا ببراندات ثانيه، وايد مميزه وايد ناتشرال ومناسبه حق المراه العربيه. اليوم شنو جايبت لنا اشياء عشان نوري متابعينا افضل اشياء او بس سيلر من ماركه بسام فتوح؟ اليوم انا مركزه وجايبه معاي اكثر برودكتس انت تحبينهم. مثلا قلم الحواجب. تدري ليش احب قلم الحواجب مالكم؟ ليش؟ اول شيء لانه يناسب جميع الوان الشعر. ثاني شيء القلم راس البوزه القلم يرسم شعره بكل سهوله. ثالث شيء لونه واضح. ورابع شيء وهو الاهم انه ليتي حطيتي الصبح تام لاخر النهار ليه ثابت. وايد ثابت. فانا عشان شيء قلم الحواجب، والحلو فيه سهل لك انه موجود البرش مالته عشان تمشطين الشعر. فالقلم يعني كامل صراحة وايد حلو. أنا بعد وايد أحبه. بالنسبة بعد حق الكونسيلر، تدرين أن الكونسيلر وايد مهم، وفي ناس وايد لما يحطون الكونسيلر يقلب على رمادي. صح. فشنو رأيك بالكونسيلر؟ أنتوا عندكم هذا الكونسيلر، أنا بالنسبة لي يا بنات بيسك حق كل شيء أستخدمه. شلون؟ أستخدمه حق البيسك حق الشادو، استخدمه بيسك حق الفاونديشن، استخدمه مرات ما احط فاونديشن بس احطه هو على وجهي يصير كونسيلر، يصير سوري فاونديشن. فوايد حلو، وايد ثابت وما يخطب، ولونه وايد ناتشرال على الوجه، ما تحسين كيكي اكثر. تدرين انا شلون استخدمه؟ اخذه معي دائما بالسفر. انا ما احط فاونديشن نورمالي، لكن ما استغنى عنه لان اذا اضطريت احط فونديشن اي بلندت مثل ما علمتيني مع الكريم. وبقول لكم شيء عن هالكونسيلر، الكونسيلر هذا الحلو اول ما طلع بسام فتوح كونسيلر كانت عنده درجه واحده بس، تخيلوا يعني ما طلع فاتح غامج. هذا يمشي على جميع درجات السكن او البشرات. لونه يكنسل اي رمادي بالوي، يكنسله تحسينا يعني شنو اقول، جوكر ينحط بكل مكان. فهذا الكونسيلر وايد حلو خاصه الناتشرال. درجه الناتشرال هي درجتي، موجود طبعا عندي بالبوتيك، اشتروه. طبعا انت تدرين اقلام الكحل مالتنا اليوم استخدمتي لي. طبعا بسام فتوح وايد مشهور بقلم الكجال، فهو نزل اي فهو نزل وايد الوان مثل الاخضر عندهم، الاسود وايد مميز فيه حق السموكي، الاخضر الازرق كذا لون نزل. فالالوان الاقلام اهم شيء انا عندي بالقلم انه ما يسيح وثابت وما يتغير لونه. تدرين بعد الحلو فيه انه في البلندنج بالاخر، يعني ما يحتاج ان انت تاخذين معك فرشه او شيء. صح. تقدرين تحطين اللون وعلى طول ان انت تسوي له بلندنج. هو في ميزه بالماركه انه هو مسهل كل شيء، يعني مثلا قلم الكحل تشوفون من ورا موجوده الفرشه. صح. قلم الحواجب نفس الشيء، الكونسيلر مثلا اللي حطيتي توزيع سهل. و شو اقول لك، مرات احنا نحتاج كوركشن حق الوي، هو كوركشن خالص يعني بس تحطينه انتهى الموضوع صراحه. فالبراند ايزي تو وير. صح. هي يمكن انا اسميها مثل ما قلت لك قبل، اسميها السمارت براند. صح. ان كل شيء تحتاجينه تلقينا، بس ما يحيرك. هو الحلو فيه انه حاط، يعني هو ما شاء الله عليه بسام فتوح، انا من وانا يعني من احنا بلشنا الميك اب احنا نتابع منه ونتابع بسام، فبخبرته هذه سوى لنا هذه البراند من خبرته. صح. فالبراند ولا غلطه بصراحه من ولا شيء، حتى الكونتور كيت عندكم الالوان اللي حاطها مدروسه صح، يعني مو تحسين في لون غلط، لا الالوان مدروسه على كل انواع البشرات. البنانه دائما خالصه عندنا على الكاونتر، دائما اول شيء خالص البنانه. إيه. محفوره. من الشغلات اللي وايد احبها عندكم البلاشرات، وايد ناتشرال الوانهم. عندكم بلاش انا وايد احبه اسمه مورنينج بلاش، وفي واحد اسمه روز جلو،
كهو هذا مورنينج بلاش. في بعد واحد اسمه روز جلو. هذيل انا عندي بس سيلر صراحه، خاصه المورنينج بلاش، حتى لو ما تحطينه من غير فاونديشن تحطينه شيء على الخدود خيال وايد حلو. هو من اسمه اللي يبيه بسام فتوح انه يكون وايد ناتشرال، مثل الشخص الهيلثي لما يقعد يصف من النوم تلقين انه وجهه شويه احمر. عندكم التنتد بعد وايد حلو حق الشفايف، انا مرات احطه حق الشفايف حق الخدود، وايد شيء مميز عند بسام. في بعد انت تحبين ال 03 الفونديشن، انا في خلطه معينه اسويها، هذه الخلطه تقريبا تناسب الحنطيين والفاتحه تقريبا اللي هي 02 و 06، اخلطهم مع بعض 06 غامج و 02 شوي فاتح، فلما اي اسوي كومبينيشن بين ذيس تو يعطيني لون خيال. وبعدين 6 تقدرين تسوينه از كونتورينج، نقدر نستخدمه كونتور، واثنين تقدرون تستخدمونه هايلايت. الحلو بعد بالفاونديشن عندكم انه لما تين تحطينه ما تحسينه كيك، ما تحسينه طبقه على الوي ما يتنفس، الفاونديشن وايد ناتشرال. في بعد الكومباكت باودر بدون كريم الاساس ما راح يكون ثابت طبعا. اكيد عندكم الكومباكت باودر وايد حلو، وايد فول كفر. في عندكم S2 وايد مميز لونه، يمشي على الحنطية ويمشي على السمرة ويمشي على البيضة، أحسه اللون جوكر صراحة وايد حلو. علشان كذي جبت الدرجة اليوم معي صدق؟ إذا تبينا حلفة. إي والله S2 خيال، لون خيال، ما أقدر أصلاً أستغنى عنه، يعني يمكن بالشهر أنا يخلص عندي اثنين من كثر ما هو حلو ويمشي على الكل. شنو بعد بتورينا؟ في اللوس باودر كراميل ماي بيست. يس انا ترى حاطته الحين، حاطته تحت عيني. يتروالي انا ما راح اتكلم عنه، انت اللي دائما تتكلمين عن كراميل. ايه وايد حلو كراميل، يمشي على جميع ماركت بسام فتوح، هو مسوي فيها ما ادري شنو، انه تمشي على جميع انواع البشرات، يعني لما صح. اي استخدم هذا صح. اللون صح ما يبين ما يبين. وعندكم بعد الوردي الثاني وايد حلو، عندهم اللوس باودر ما يخطط كلش ولونه ثابت ووايد حلو. بعد في عندنا المسكرة، ما تكلمنا عن المسكرة اليوم. كحل الكجال وينه؟ الأسود عندهم يمكن من أحلى كحل استخدمته، اللي هو الكحل الكجال الأسود، ثابت وما يسيح، وليتي تبين تدمجينه حق الآي شادو يصير بيسك وايد حلو حق الشادو. في نوعين من الأسود، في اللي هو تشاركل اللي معاه البلندنج تيب، وهذا وايد حلو حق السفر، وايد عملي، وانتي تدرين بسام فتوح دائما البرودكت مالته عملية صح، يعني وايد سهل. وفي المفضل مالك اللي هو أرابيسك. ايه هذا انا ما استغنى عنه، هو فيه شوية جلتري هذا. يس شوية تحسينه لما ينشف يعطيك شي تتش جلتر وايد حلو. أقوى حمرة عندكم قولي الصج. يلا الفيلور أليف، اللون اللي أنا حطته لأن حصة حطت لي الميك اب، لازم تستخدم حصة، ترى اسمها حصة. بس سيلر عندهم شفتوا؟ دائما اوت اوف ستوك. أنا اليوم خلطتها هي مع دعد، حطيتهم ثنتيناتهم ويا بعض. بس منو البيست سيلر؟ حصة. عيدي والله حصة شفتوا؟ والله مو عشان مجاملة، بس أقوى لون عندهم صدق، قوي قوي قوي. يناسب كل أحلى نود، يناسب كل البشرات. في طبعا غنية عن التعريف الكونتورينج كيت، يمكن بسام نزلها شوية متأخر اعتبرها، بس كانت لأنه سواها بيرفكت. الكونتورينج كيت مالتنا فيها طبعا البلاشرز، فيها البنانا، تقدرين تستخدمونها حق اي شادو، والحلو فيها انه في الانستراكشنز هني حسب شلون الوي تقدرين تسوين الخطوات مالتها. الحين شنو بنتكلم عنه؟ بنتكلم عن الباك لايتنينج، تدرين اتس بسلر هو يعني، والبرايز ويد بالذات، لان تدرين تستخدمينه عده استخدامات، طبعا غنيه عن التعريف وانت وايد تحبينه اصلا. هو يعني عندكم انت وبسام فتوح هذا من البست سيلر موجود صح. الحلو فيه ماخذته اكسكلوسيف، حصه ماخذته اكسكلوسيف. والحلو فيه انه تقدرون تستخدمونه حق الجسم، تقدرون تستخدمونه حق الفاونديشن، يعني تخلطونه مع الفاونديشن يعطي جلو،
وتحطونه نقطة مع أي لوشن عندك بالبيت، حطي منه نقطة ودهني على كل الجسم، تحسين شي شلون لوك جينيفر لوبيز، لوك شلون جلوي وايت حلو. خليني أستخدمه على أيدي أجاوبي لك. في ناس لما يستخدمونه يخلطون كذي هالطريقة غلط، إذا إحنا الطريقة الصح إن نخلطها بهالشكل. أوكي شوفي شحلاتها وايد ناتشر، الناس على بالهم إنه لأنه وايد ذهبي أوكي راح يكون شيء فاضح. هذا أحلى لون برايت بوي معروف. شكرا هند من بسام فتوح، اليوم وايد استانست وياك، شكرا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. ثانك يو حبيبتي، انا بعد استانست اكثر، شكرا لك اني انا اليوم معك في الحلقه. بنات كلنا حلوين بس لازم نعرف شلون نبرز جمالنا، ركزوا على الحواجب لان هي فريم الوجه، وركزوا على لون الفاونديشن المناسب حق كل بشره.